هذه الحلقة برسالة السائل، يقول في سؤال له: ما حكم التكبر، وخصوصا إذا ألقى الإنسان والمسلم السلام على شخص ولم يرد عليه، ما موقفه من ذلك؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن التكبر خلق ذميم، ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو خصلة ذميمة ومحرمة، والواجب على المسلم أن يتواضع لله ويتواضع لإخوانه المسلمين. والاستكبار على قسمين: قسم الأول الاستكبار عن قبول الحق وبطر الحق، يعني دفع الحق، وهذا أشد والعياذ بالله، وهذه صفة اليهود الذين رفضوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، استكبروا على رسلهم وعلى أوامر الله، وهذا أشد أنواع الاستكبار. وأول من استكبر إبليس، أبى واستكبر لما أمره الله أن يسجد لآدم، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله جل وعلا لا يحب المستكبرين، والنار مثوى للمتكبرين والعياذ بالله، كما في القرآن. النوع الثاني تكبر على الناس، كبر على الناس وتعاظم على الناس، يرى أنه فوق غيره، وهذا محرم ولا يجوز، والواجب على المسلم أن يتواضع، ومن تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله كما في الحديث. نعم.